السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. اليوم سوف نتحدث على موضوع الإيجار. هناك سؤال يريدني من بعض المشاهدين، يطلبون مني وضع فيديو بخصوص أسعار الإيجار في الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذه الأسعار سوف ترتفع مع نهاية سنة 2023 أم سوف تعرف بعد الانخفاض؟ هناك شركة عقارية معروفة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية يطلق عليها ريدفين. هذه الشركة التي تتوقع أن أسعار الإيجار في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعرف انخفاضا مع نهاية هذه السنة وربما بداية سنة 2024 لعدة أسباب. يجب أن يعلم الناس أن 70% من الوحدات السكنية في الولايات المتحدة الأمريكية هي مملوكة لأشخاص وليس لشركات. هؤلاء الأشخاص الذين تضرروا كثيرا خصوصا بين فترة الوباء، لأن في فترة الوباء كما تعلمون كان هناك برنامج يطالب أصحاب العقار بعدم طرد المستأجرين المتأخرين على دفع الإيجار. هذا البرنامج الذي توقف في أواسط سنة 2021، لكن من بين بداية سنة الوباء في 2020 إلى أواسط سنة 2021 تضرر العديد من أصحاب العقارات. لديهم دفعات شهرية يجب أن يدفعونها للأبناك، هناك تأمين، هناك إصلاحات في تلك المنازل التي لم يتم إفراغ المستأجرين المتأخرين عن الإفراغ عن دفع الإيجار. فهذه الأمور كلها أضرت بالدرجة الأولى بأصحاب العقارات. هنا لست للدفاع على أصحاب العقارات لكن نوضح بعض الحقائق. لكن بعد انتهاء البرنامج في سنة 2021 أو وسط 2021 لجأ أصحاب العقارات إلى الرفع من معدل من الإيجار. هذا الأمر الذي أضر بالعديد من المستأجرين في جميع المدن الأمريكية. الشيء الذي كان على المستأجر إما أن يدفع الإيجار أو عليه المغادرة. لذلك منذ أواسط سنة 2021 شاهدنا تقريبا 60% من عملية الإخلاء في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة مع فترة ما قبل الوباء. هذه العمليات التي تصدى لها البيت الأبيض واتخذ بعض القرارات لحماية المستأجرين من الإفراغ، بل أن هناك قوانين مررها البيت الأبيض توفر الاستشارات القانونية لأي إنسان مستأجر في الولايات المتحدة الأمريكية يعتقد على أنه ربما تعرض للإفراغ التعسفي. فكل هذه الأمور أثرت على أصحاب العقارات وأضرت بتجارتهم. فالقانون كما قلت أولا دفع أصحاب العقار أنه وجد نفسه عليه دفع مصاريف، عليه دفع أموال للبنك، كذلك عليه دفع تأمين على البروبرتي أو على المنزل الذي يملك، مداخيل أقل. إذا أراد مثلا صاحب العقار التقديم على قروض مثلا لقيام بإصلاحات في المنزل، تغيير في المنزل وغيره من الأمور، هذه القروض الآن أصبحت مكلفة، لأنه الآن كما تعلمون أي قرض من البنك يصل تقريبا في سعر الفائدة إلى تقريبا 6.96% أو 7% على حسب المناطق هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا يبين أن أغلب أصحاب العقارات الآن أصبحوا غير قادرين على أولا الحصول على قروض لتمويل مشاريعهم، قيام بإصلاحات، تغيير المنازل، وكذلك أغلبيتهم مثلا المداخل أصبحت أقل. فالحل الوحيد أمام هؤلاء هو بيع تلك الممتلكات، وفي وقت أو عندما يقوم أغلبية من أرباب العقارات ببيع ممتلكاتهم، هذا معناه أنه سوف يكون هناك عرض أكثر في سوق الإيجار. وهذه من الأمور التي بدأت الآن نشاهدها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك العديد من المدن الأمريكية تقريبا ربما 35 مدينة في أمريكا التي عرفت أسعار الإيجار فيها تراجعا مقارنة مع السنة الماضية. هذا أمر جيد، لكن كما قلت بشكل ملموس يقال أنه مع نهاية سنة 2023 وبداية سنة 2024 هناك احتمال أن تنخفض الإيجار في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك كذلك دفع بالحكومة الأمريكية إلى أنه يجب على أصحاب العقارات تغيير العديد من الأمور في منازلهم. مثلا هناك ولايات يقال أنه لن يكون هناك الفرن الذي يشتغل بالغاز، فصاحب العقار الذي لديه
يملك منزل ولديه فرن يشتغل بالغاز عليه تغيير ذلك الفرن. هناك مناطق مثلا التي سوف يتم فرض اللوحات الشمسية عوض يعني الكهرباء يعني الغاز وغيرها من الأمور، فهذا معناه استثمار بالنسبة لأصحاب الممتلكات وبالنسبة لأصحاب العقار. هذا كله ربما سوف يضر بهذه الفئة التي تملك يعني عقاراتنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وكما قلت أن 70% من يعني الوحدات السكنية في الولايات المتحدة الأمريكية هي مملوكة لأناس لأفراد وليس لشركات. لو أن يعني الأغلبية تستحق 70% مملوكة للشركات، فسوف يكون من السهل على هذه الشركات مثلا الطعن، و لأن هذه الشركات لديها محاسبين محامون. أما حينما يكون هناك فرد هو من يملك مثلا منزل ويجد نفسه أنه متضرر من بعض الإجراءات التي تظهر له أنها ضد يعني مصلحته، ففي الأخير هذا الشخص ربما سوف يقوم ببيع ذلك الملك أو ذلك المنزل أو تلك الأرض، ويعني يريح نفسه يعني من جميع المشاكل. فهذا يعني باختصار، أقول باختصار لأنني لا أريد الإطالة في هذا الفيديو، باختصار يعني توقعات يعني الإيجار في الولايات المتحدة الأمريكية. كما قلت هناك تقريبا 35 مدينة التي عرفت انخفاضا في أسعار الإيجار، ويقال أن الأمر سوف يعني يستمر مع نهاية هذه السنة، لأنه سوف يكون من الصعب على الناس الذين تريد شراء منزل يعني بعد مثلا نهاية شهر يوليوز، لأنه يحتمل احتمال كبير أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة. إذا رفع البنك الاحتياطي معدل الفائدة فربما سوف تصل إلى 7.2 أو 7.3%، بمعنى أنه سيكون من الصعب، لأنه حاليا معدل المورجج بيمنت أو الرهن العقاري الشهري على منزل يصل إلى تقريبا 2652 أو 2850، يعني تقريبا 3000 دولار. ليس كل الناس بإمكانهم مثلا شراء منزل ودفعه، يعني رهن عقاري يصل إلى 3000 دولار. لا أعلم هل 3000 دولار فقط رهن عقاري أم تتضمن التأمين. فكل هذه الأمور كما قلت يجب أخذها بعين الاعتبار. هناك تقريبا 3 اجتماعات بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي هنا في يوليوز، وأعتقد شتنبر أو نوفمبر، فهذا استمر البنك الاحتياطي الفيدرالي وغالبا سوف يستمر برفع معدل الفائدة، لأنهم يريدون تخفيض التضخم إلى 2%. الآن يقال حسب أرقامهم أن التضخم الآن هو 3%، فهناك احتمال كبير أن يتم رفع معدل الفائدة، بمعنى أنه كما قلت أنه من الصعب شراء منازل. وبالطبع أصحاب العقارات سوف يجدون صعوبة في إصلاح منازلهم أو دفع التأمين أو دفع العديد من الأمور للأبناك، وبالتالي فالأغلب يستحق على ما أعتقد سوف تقوم ببيع ممتلكاتها. هذا هو الشيء الذي توقعه هذه الشركة العقارية، بمعنى أنه إن شاء الله غالبا مع نهاية هذه السنة وبداية سنة 2024 سوف يكون هناك انخفاض في أسعار الإيجار في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لكم والسلام عليكم.